عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمسألتنا فيما إذا اجتمعت الجمعة مع العيد في يوم واحد، هل نجتزئ بصلاة العيد عن الجمعة، أو أنه يلزمنا أن نصلي العيد وأن نصلي الجمعة؟ أولا، من ناحية الأخبار المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في هذا الصدد. نعم، قد وردت أحاديث أن الجمعة اجتمعت مع عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العيد بأصحابه: إنا مجمعون، فمن شاء انتظر ومن شاء انصرف. لكن هذا الخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وردت عدة أحاديث في هذا الباب لا يثبت منها أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ابتداء. وردت موقوفات، منها موقوف في البخاري على عثمان رضي الله عنه، لكن مقيد بالترخيص لأهل العوالي، أن عثمان رضي الله عنه صلى العيد ثم قال للناس إن سنجمع، فمن شاء من أهل العوالي أن يرجع إلى رحله رجع، ومن شاء أن يبقى بقي. ذلك كما يقول علماؤنا في شرح الحديث، إن الرجل من البادية كان يأتي يوم الجمعة لصلاة الجمعة ويرجع، ويشق عليهم الذهاب والإياب، صعب عليهم، فكان يأتي أحدهم لصلاة العيد إذا كانت الجمعة فيصلي العيد مع المسلمين، ويشق عليه أن ينتظر من صلاة العيد إلى صلاة الجمعة، فرخص عثمان لأهل البوادي في الانصراف. هذا ثابت عن عثمان رضي الله عنه موقوفا عليه، ثابت عن عثمان رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، هذا عن عثمان. ونحوه صنعه ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، ابن الزبير، فبلغ ذلك ابن عباس، بلغ ذلك ابن عباس، ناس راحت تشتكي ابن الزبير ابن عباس ويقولون إن ابن الزبير فعل كذا وكذا، صلى العيد ثم رخص لأهل البوادي في الانصراف، فقال ابن عباس: أصاب السنة، أصاب السنة. كلمة السنة فيها نزاع بين العلماء، نزاع من ناحية تصحيحها، هل الثابت أنه قال، أي أن ابن عباس قال أصاب، أو ثابت أنه قال أصاب السنة؟ إذا قال أصاب السنة ستكون سنة مرفوعة إلى الرسول، مع ما فيها من احتمالية أيضا أنه أصاب سنة عثمان، لكن هذه اللفظة محل نزاع بين العلماء وفيها مقال، فلا يقطع بصحتها، لأن بعض الروايات فيها أصاب وبعض الروايات فيها أصاب السنة. فرواية من روى أصاب السنة غمز فيها من وجهين: من ناحية إثبات لفظة السنة، ومن ناحية تأويلها، المراد سنة عثمان أم سنة غير عثمان أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنها حتى لو كانت موقوفة فقد أصبحت ثابتة عن ابن الزبير، وأقره عليها ابن عباس، سواء قال أصاب أو قال أصاب السنة. ورد أثر عن علي في نحو هذا أيضا، ترخيص لأهل البوادي بالانصراف، هذا عن الآثار عن الصحابة، أثر عن عثمان رخص لأهل العوالي لأهل البوادي، أثر عن علي يحسن أو يصح مجموع طرقه، لكن أثر عن عثمان هو الأقوى، أثر عن ابن الزبير إقرار ابن عباس للزبير، وثمة آثار أخرى. نأتي لأقوال العلماء من أصحاب المذاهب. يرى جمهور العلماء
ثلاثة من أصحاب المذاهب الأحناف والمالكية والشافعية أن الشخص يلزم بصلاة العيد ويلزم أيضا عفوا صلاة التي هي مستحبة في الأصل، يعني أن العيد لا يسقط الجمعة، العيد لا يسقط الجمعة، هذا عندنا مستحب عند الجمهور أيضا، صلاة العيد مستحبة لأن النبي لما سئل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فالشاهد أن العيد سنة، لكن هل صلاتها تسقط الجمعة؟ فيرى جمهور العلماء الأحناف الشافعي المالكية الشافعية أنها لا تسقط الجمعة، لأن السنة لا تسقط الفرض، وأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلا أن الشافعي انفصل فقال يرخص لأهل البوادي، يعني الشافعي استثنى أهل البوادي، أما فريق من أهل العلم الآخرون رأوا أنه لا بد وأن عفوا رأوا أنه إذا صليت العيد لك أن تنصرف وتصلي الجمعة ظهرا، يرى هذا فريق من أهل العلم الحنابلة ومن غيرهم، بناء على آثار الصحابة التي وردت وقد سمعتم بعضها. طبعا ابن حزم يرى فرض أن تصلي الجمعة، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يرد عنده نص من كتاب الله يخالف ذلك، ولا حديث عن رسول الله يخالف ذلك، فهذا رأي الجمهور أنك تشهد الجمعة، أنك تشهد العيد استحبابا والجمعة تشهدها فرضا، تشهدها فرضا، ورخص فريق من العلم لأهل البوادي بالانصراف. هذا تلخيص هذه المسألة، لكن أنوه على أن ابن حزم رافع الله عنه شذ شذوذا غريبا وعجيبا في هذه المسألة، فقال تسقط الجمعة ويسقط الظهر، وهذا قول لم أرى من سبقه إليه من أئمتنا المعتمدين، أنه الشوكاني نعم قلت عفوا عفوا ابن حزم يقول فرض أن تصلى الجمعة، لكن هو الشوكاني أشكركم، ابن حزم يقول فرض أن تصلى الجمعة كما أسلفنا، لكن الشوكاني وتبعه على مذهبه في هذا صديق حسن خان الذي هو ناقل عن الشوكاني جل أقواله يرى أن لا تصلى لا جمعة ولا ظهر إذا أنت صليت العيد، وهذا قول منقوض تالف تماما، لا دليل يشهد عليه من كتاب ولا من سنة، وفهم خاطئ من الترخيص لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة، والله أعلم. هذا باختصار شديد. نعم لا أختار رأي الجماهير، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يرد دليل يجعلني ألا أسعى. أما أقوال بعض الصحابة إنما كان ترخيصا لأهل البوادي، ولسنا من أهل البوادي. أما عن صلاة العيد فعند الجمهور مستحبة، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.